طيب عندنا تعليقين يا اخواننا على مسألة التيمم المذكورة في الخطبة، والمجال ما وسعنا انه نفصل فيها. المسألة المهمة الأولى في التيمم أو ثلاثة مسائل تقريبا، هي انه التيمم يا اخواننا عوض عن الوضوء والغسل الاثنين مع بعض. هو عوض عن الوضوء والغسل، يعني الإنسان إذا كان عليه جنابة الحدث الأكبر وما قادر يعني يغتسل لأي عذر من الأعذار، ما قادر يغتسل، إما ما قادر يغتسل لأنه مريض ولو يغتسل حيزيد عليه المرض أو حيتأخر البرء، تمام؟ أو ما بيقدر يستعمل الماء أصلا كالإنسان اللي عليه جروح في جسمه ونحو ذلك. طيب في الحالة دي أخواننا الإنسان بيستعمل التيمم بدل عن الغسل والوضوء الاثنين، بدل عن الغسل والوضوء الاثنين مع بعض. وكذلك الإنسان إذا كان عليه حدث أصغر دائر الوضوء ما وجد الماء أصلا، أو وجد الماء وتعذر عليه استعمال الماء. والموضوع ده بيحصل كثير يا أخواننا، خاصة في مسألة الغسل في هذه الأيام، أيام البرد، وناس كثيرة جدا بتسأل سؤال إنه الإنسان استيقظ من النوم مع صلاة الفجر وعليه جنابة يعمل شنو؟ ما بيقدر يغتسل، يقول لك أنا عندي التهاب مثلا ما أقدر أغتسل. طيب نقول يا أخواننا إذا كان بيقدر يدفي المويه ويغتسل يدفيها، ده حل اول. الحل الثاني لو ما بيقدر يدفيها ذاته، ينتظر لحد ما يدفى الجو شويه، لو بيقدر لحد ما يدفى الجو شويه بحيث انه ما يصل شروق الشمس قبل الشروق، لانه الشروق بينتهي وقت الفجر. لو بيقدر ينتظر شويه، لو بيقدر يدفي المويه حتى لو فاتته الجماعه، ينتظر يدفي المويه او الجو يدفى شويه، بعد ذاك يغتسل ويحصل الصلاه. كده ما في مشكله، والجماعه ممكن تفوت لانه تحقيق الطهاره اولى من تحقيق الجماعه او حصول الجماعه. طيب اذا ما قدر يتيمم بدل الغسل والوضوء الاثنين، يتيمم بس وطوال يمشي المسجد. في ناس بيقول لك لا، اذا تيمم ما يصلي مع الجماعه، لا يصلي مع الجماعه، وممكن يصلي هو الامام ذاته. والتيمم يا اخواننا دي المساله الثانيه، يصلح لاداء اكثر من عباده، لانه في فهمنا اللي قرونا في المدارس زمان يقول لك التيمم ده بيديك صلاه واحده، كانه مده الصلاحيه بتاعته بتنتهي بنهايه الصلاه الاولى دي بس. يعني لو دخلت تيممت صليت الرغيبة تحتاج تتيمم ثاني عشان تصلي الفجر، وده غلط يا اخواننا. التيمم طهارة شرعية بديلة للوضوء وبديلة للغسل، ولا ينتقض إلا بناقض من نواقض الوضوء، زيه زي الوضوء. والناقض الثاني ليه؟ قالوا وجود الماء، لو كان ما عندك موية، السبب اللي خلاك تتيمم ما في موية، إذا وجد الماء انتقض التيمم، إلا في حالة واحدة تكون أنت جوا الصلاة، الماسورة قاطعة لها كم يوم أنت عارفها، وما في طريقة للجيران عندهم لأي شيء، وعندكم موية بسيطة أنت وجيرانك قدر الشراب بس وقدر أكلكم كويس. أنت دخلت في الصلاة سمعت الماسورة كر كبت بأحضانك، سمعتها الموية جات، يلا بعض الفقهاء يقول لك تقطع الصلاة وتمشي تتوضأ، ولكن الصحيح تكمل عبادتك دي، الصلاة اللي انت فيها دي تكملها. أما لو قبل ما تخش الصلاة تمشي تتوضأ، لكن دخلت في الصلاة تكملها، تكملها، والصلاة البعدية لابد من شنو؟ من الوضوء، ولو محتاج غسل لابد من الغسل. المسألة الأخيرة صفة التيمم بسيطة جدا يا أخوانا، صفته بسيطة، ونحن اللي قررنا في المدارس زمان صفة معقدة جدا، يعني ممكن ذات التيمم ده يكون أصعب من الوضوء.
الصفة الصحيحة التيمم ضربة واحدة في الأرض بيدينك، ضربة واحدة تضرب الأرض، ترفع يدينك كده على وشك تنفخي عشان ما تكون شايل حجر ولا شوكة ولا حاجة تعودك في وشك. ضربت الأرض نفخت يدينك، تمسح على وجهك مسحة واحدة بس، ويدينك تمسح بالظاهر ببرا بس، انتهت يعني. ضربة واحدة ضربت على الأرض نفخت على يدينك مسحت وشك مسحة واحدة، وتمسح بظاهر بباطن الكفة اليسرى ببطونة بجوة، تمسح ظاهر اليد اليمنى وبباطن الكف اليمنى تمسح ظاهر اليد اليسرى، انتهى التيمم. في ناس بيقول لك ضربتين تضرب الارض ووشك كويس، وبعد ذاك الضربه الثانيه تمسح لحد هنا، وفي ناس قالوا لحد هنا تمسك يدك دي تمسح عليها، لا ده كله ما في يا اخوان. وفي ناس بيقوموا بيدعكوا بيكرروا المسح، هم قالوا انه غسيل، تلقى بيدعك في وشه يخلي لك وشه ده يده حشل ما مردغ في هنا، بعد ما شال مكن يده في التراب ويلا يدعك ويدعك يبقى ما بيتقابل بعد ذاك ثاني، لا ده ما يهو. اخواننا الاصل في التيمم ده هو رحمه وتخفيف، مش كده؟ تخفيف، والدين ده كله قائم على التيسير، ما فيه تشدد، الدين الاسلامي ده تشدد ما فيه اصلا، فالتخفيف حاجه خفيفه بسيطه جدا، لا توسخ وشك ولا اي حاجه. فدي يا اخواننا الصفه الصحيحه بتاعت التيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو، مما تشدد في الدين ده بغلبك. جزاكم الله خير والسلام عليكم.